والله الا السلعه جيب لي السلعه ما ادري دابا جيب لي السلعه مارشالوج وتكلم لي بهذا السلعه هذه اللي بطالع عندها برع خليك لي تبرع ما سامع خلي من السوق ما سامع لي لي عليها ما سامع ما سامع لي لي عليها يا ما رجعوا الارتقايين مشوا كاملين ما سامع يلا كوسوس. اهلا البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد مختلف شويه، خرجنا على النطاق ديال الكوزينه والروتين ديال الطياب والشهيوات. اليوم واحد الفيديو مختلف شويه، ضربت بكم واحد الدويره، يعني هنايا مشيت لواحد السوق اسبوعي، واحد السوق اش غادي نقول لكم غزال، كاين فسله بالضبط في دوار جباله، الناس اللي عزيزهم البال وحوايج ديال البال والبياسات نقيين، بياسات زوينين، حويجات فنين، سواء ديال الدراري الصغار ولا الكبار ولا مهم، الناس اللي عزيزهم لبسوا لا مارك. واحد السوق اش نقول لكم فن، فيه حويجات ماشي يعني كاين الجديد وكاين القديم، ولكن الناس اللي عزيزهم يلبسوا البياسه حية ناضية يجيو لهاد السوق، كاين فسلة بالضبط دوار جبالة. ولكن إذا بغيتو تنعات، تنعات يعني نعات لكم من يعني بالنسبة للناس اللي ساكنين في الرباط ولا فسلة، نعات لكم يعني من منين درنا الديبار حتى وصلنا ليه، بقاو معنا حتى لآخر الفيديو. غادي أنا مكنعرفش نعات مزيان، المهم غادي نعطي لراجلي هو اللي غادي ينعت لكم الطريق حتى الباب ديال السوق. المهم نتمنى الفيديو يكون ان شاء الله يعجبكم، وكنتمنى انا راه مشيت الصباح بكري باش نصور لكم، راكم عارفين يعني السوق خصوصا بالسبت والحد تبارك الله تيكونوا كوليات باقيين جدادين، كتكون السلعه باقا جديده ونقيه وكيكون عامر تبارك الله، كيكون يعني انا دا هنايا مشيت بكري باش نصوروا لكم، وراكم عارفين كيكونوا الناس يعني ما كتلقايش الحريه باش تصوري، كتحشمي تصوري هكا والناس كاينين. انا صورت لكم في الصباح بكري، كيف كتشوفوا راه تكون باقا الدنيا خاويه، يعني مازال الدنيا مازال ما جات حتى شي حد، مشينا في الصباح بكري باش نصور على خاطري. المهم هنايا غادي نوريكم شي بياسات بحال الديزيكوال، المهم كاين بياس ناضي زارا ديزيكوال اش ام، المهم اي حاجه عجباتكم المهم غتتمتعوا ليا مع راساتكم في هذا الفيديو. ما تنساوش تدعموني وتشجعوني باللايك وبالاشتراك باش يوصلكم اي جديد على القناه ديالي ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم. بقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو، كاين ما يتشاف وفي الاخر ان شاء الله غادي تلقاو التنعات بالنسبه للناس اللي بغاو يمشيو ليه، راه زوين زوين غزال، ولا تيكون السيمانه كامله، يعني كيكون من تيكون 2 3 4، ولكن السبت والحد المهم كيكونوا سلعات يلا تحلوا كليات جدادين. ما نطولش عليكم مع فرجه ممتعه ان شاء الله.
السلعة مدريد أبا، جيب لي سلعة برشلونة وتكلم لي بهذا السلعة هذه اللي بطالي عندها برا. خليك لي ليش برا ناس رمية، خلي من السوق ناس رمية ليني عليها، ناس رمية ناس رمية ليني عليها يا ما نصحوا الأرض قايمة مشو كاملين ناس رمية. يلا كوسوسمو كوسوسمو حاول تسيب هذا الشيء بيدرك محمد. يلا الناس اللي جايه من الرباط غادي الى جو معرو طولوت ديال الحي الصناعي وطلعوا مع بريبري غيوصلوا هذا الرومبون هذا، غادي يطلع ديال بريبري غيوصلوا هذا الرومبون هذا وغيقبطوا يدوروا على الليزر ويقبطوا هاد الشارع طول واحد فهمتي، يدوروا على الليزر هاد الشارع يقبطوا طول واحد يلقاو رومبون في الاخر ديال بريبري ويدوروا على ديك الليزر ويقبطوا هاد الشارع طول واحد حتى الدورة ديال انا غنوريكم رومبون بالضبط اللي خصكم تدورو عاوتاني على الليزر. يلا فرجة ممتعة معنا اليوم. كيفما قلت لكم دائما نبقاو نكملو مع هاد الشارع طول واحد، هادشي بالنسبة للناس اللي عارفين حافظين الرباط وصلة راه ساهلة، وطرو حتى البريبري كتطلع دور لديك اليسار كتمشي طول واحد حتى هاد الرومبوان دروكا اللي غتشوفو اون فاس معانا راه كيبان ليكم جو بونس، شوفو مزيان الطريق باش تعرفو شي بلايص اللي تقدروا تعلموا بهم الرومبوان. حتى الحافلات راه كيجيو لهاد السوق رقم 201 يمكن من بوقنا رقم 9 كيجي من القامرة السويسي تقدم حتى هو كيجي للسوق هنا كتسمع حتى السوق. الوغ هاد الرومبوان اللي غدور منو على اليسار بالضبط ها هو هادشي اللي جاي من بريبري حدا اسماك الاصدقاء ها هما عليمين ديالي كيبانو ليكم ها هما كاين اتجاهات دورة حي مولاي اسماعيل والقرية، وانتم ما غتوصلوش لحي مولاي اسماعيل والقرية انتم قبل، وحنا غندورو على يدنا اليسار ها هو الرومبوان بالضبط اللي كنت قلت لكم عليه. هنا على اليمين كاينه هاد البلاصة هادي بالضبط فيها داك فطور بلدي كيديرو الرايب ويديرو سيكو كيديرو البلاصة هادي بالضبط
هي الدور على اليمين ما غندوروش معاها وغادي نمشيو مع هذه الثانيه. غتخلي هذيك اللي فيها على اليمين فيها اوداسيا وغتجي لهذه الثانيه وتقبض هذا الاتجاه عاوتاني طول بالضبط بالضبط غتبقاو غادي طول حتى المستشفى مولاي عبد الله. مستشفى مولاي عبد الله غتلقاو على ديك اليمين على ديك اليمين وانتم الضوء الاحمر اللي من مورا المستشفى غدور على ديك ليزر. بقاو معنا المستشفى بالضبط غادي تلقاوه من بعد هاد المحطة ديال شال ديال افريقيا. يا ربي هيا من بعد المحطة ديال افريقيا شوفوها مزيان المحطة ديال افريقيا هيا هو كاين صيدلية شمس هي على اليمين ديالي كتبان من بعد منها أول مستشفى ديال مولاي عبد الله راه معروف في سلا هو مستشفى مولاي عبد الله الوغ هنا دائما الحافلة تما واقفين هنا 201 قلت لكم كيجي من تكنوبوليس بوخر هاد اللي كيدوز على حدا السوق أول هذا الضوء الحمر اللي قلت لكم حدا المستشفى ها هو على هاد الضوء الحمر هذا دابا غادي تدورو على يدك اليسر على يدك اليسر راه كاين حتى شي حافلات واقفين تما نمره جوج هادوك كيجيو من باب الحد من المدينة الرباط باب الحد مزيان دابا غندورو على اليسر ملي كندورو على اليسر كنلقاو هاد الشارع هذا تنقطعوا واحد المحطه ديال الترام راه باقي ما خداماش كنلقاو هاد الشارع هذا وكنمشيو معاه ثاني حتى هو طول واحد كنبقاو غادي مع هاد الشارع هذا طول واحد ها هو هذا كيتسمى هاد البلاصه كتسمى دوار جباله هو واحد الحي اللي محادي للقريه شي المهم كنمشيو طول واحد تنفوتو الجامع راه الجامع كيبان لكم تضوا انا غادي مع الشارع اللي كيتواجد في دوار جبالة كاين هنا الثانوية العيون الاعدادية على اليسار ديالي كنمشي هو غيبان لكم واحد الجامع الجامع كاين هنا سيارات البيع بلاصة سيارات البيع هو الجامع هو كيبان لكم نفوتو الجامع وغنلقاو واحد الهبيطة هاديك الهبطة مباشرة غندورو موراها على ديك اليسار مورا الجامع غتلقى واحد الهبيطة غدور موراها على ديك اليسار المهم إلا وصلتي راه أي واحد سولتي على السوق راه غادي نعطيو لك لأن حنا كلهم عارفين السوق سمحوا لي كاين دودانات هنا شاش على هذا التليفون كيتحرك شويه انا باقي غادي هنا في الطواله هذه الدنيا شويه عامره دابا شويه الصباح خاويه وفي العشيه كتكون عامره اكثر ولكن هنا كلشي كيعرف السوق يلا خليكم معنا قريب نوصل للهبيطه ربما غتبقى تبان لكم من دابا غتبان لكم هبيطة هي غير مورا الهبطة دورو على يديكم ليسر هنا قربنا قربنا ليها البنك الشعبي هنا هاد شوية محفرة ماشي مشكل فوتو هاد البلاصة ملي يخرج هاد الكاميون عاد ندورو عاد هنا بالضبط هنا غادي ندورو على التكاسة بالضبط في الإمارة كاين واحد اللعاب هنا ديال الدراري الصغار هاد البارك صغير ور ديال اللعاب كندورو من موراه مباشرة على اليسار هاد الدور على التكاسة خليكم معنا هاد كدورو ميم با واحد 50 متر كيبان لكم السوق هانتا هادا باركينغ ديالو حنا جينا شوية بكري باقي الناس مجاوش
صراحة هذا البارك كي يكون عامر دابا شوية راه غادي يكون عامر بالضبط. نجي شوية بكري مع هادي دابا 9 الصباح باقي خاوية الدنيا. السوق راه كبير 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 وخصكم تقريبا النهار كله باش يلاكم تقدروا تكفي تقدروا تبعك الدورو كامل على الباب ديال السوق. الباب ديال السوق ايوا خليكم معنا. الشمس هنا بابا هو السوق كيبان لنا مزيان. السوق هنا الشمس سمحوا لنا التصوير غيكون شويه ناقص. المهم السوق على الدني اليسار كله هذا الشيء ومغطى زعما واخا تجيو ليه في قال البرد الشتاء ماشي مشكل انه مغطى كله مغطي. وهنايا وصلنا للخر ديال الفيديو. كنتمنى النعت يكون واضح لكم بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو يتبعوا غير لا فيديو وان شاء الله غادي يوصلوا نيشان حتى للسوق مقصدين ليه ديريكت. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم وخا طولنا عليكم شي شويه ولكن يعني باش النعت يكون واضح مع فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش لي كومونتير ديالكم الزوينه اللي كتحفزنا وكنزيدو نعطيو اكثر واكثر مع فيديو جديد ان شاء الله. بالسلامه عليكم.